صباح الخير. صباح النور. لو سمحتي كنت محتاجة أوضة بتطل على البحر. للأسف يا فندم كل الأوض محجوزة، بس ممكن أوضة بتطل على الجنينة، ده المنظر من هناك رائع. في أوضة هتبدا كمان شوية يا فندم، حضرتك ممكن تستني في اللوبي وأول ما الأوضة تجهز هبلغ حضرتك على طول. الأوضة دي بتطل على البحر؟ ميتين وسبعة؟ يا فندم بتطل على البحر، بس للأسف في كتير اشتكوا منها. عموما الأوضة اللي أنا قلت لحضرتك عليها دي أحسن بكتير. بس أنا لسه واصلة من السفر وتعبانة، مش هقدر استنى. لا براحتك خالص، مفيش مشكلة، اللي حضرتك عايزاه. فاتن جميل واضح. اتفضلي حضرتك، ممكن تمضي هنا وجوز حضرتك هنا. لا ده مش جوزي ومش هيقعد معايا، انا مش مرتبطه.